انهي منطقة او في محافظة القليوبية ولا القاهرة؟ لا القاهرة، مدينة السلام. مدينة السلام وظهر المرور. تمام. مفيش انابيب. خالص. من امتى؟ بقالها بتاع 20 يوم. 20 يوم. ولا حد بيدور ولا الماء المستودع؟ بيدوروا بس ب 50 جنيه. 50 جنيه الأنبوبة؟ 50 جنيه الأنبوبة. الناس بتشتري؟ في ناس بتشتري. واللي ما بيشتريش بقى يعمل ايه؟ يقعد من غير أنبوبة. تمام. حضرتك مثلا لما يعني بيبقى في ازمه زي كده بتتعامل ازاي؟ بتروح لرئيس الحي او محدش بيسال فيكي؟ ايه؟ محدش بيسال فيكي. تمام. بيطنشوا. طب قيل ان الازمه دي مفتعله، هل هي مفتعله ولا انت شايف ايه الكلام لا ده؟ هي بتعدي، يعني هي ازمه وبتعدي. طب سببها ايه؟ سببها ايه مثلا في منطقتك انت حاسس انها ايه؟ سببها السوق السوداء. السوق السوداء. لان في ناس بتروح تشتري الانابيب من المخزن. والناس العادية مش طايلة، اللي هم بياعين متجولين، دي السبب بتاعهم. حضرتك حاسس ان في ازمة بوتاجاز؟ ده في ازمة انابيب على مستوى المحافظات. انا من الصعيد. من الصعيد؟ اه. تمام. ايه المشكلة بقى؟ ازمة الانابيب دي الوزير بصراحة كتر خيره. ليه؟ الوزير كتر خيره. اقول لك انا كل واحد له رأيه بقى، اصبر بقى مش تصبر. الوزير كتر خيره. الوزير بيبعت يعني ناس حراسة للحاجات دي عشان ما تتهربش. تمام. يقوم ياخدوا فلوس ويبيعوها في السوق السوداء. نفس حكايه الفرن يعني يخش على التموين كده اهو، بعت مفتش تموين قاعد على الكرسي، يجي صاحب الفرن من جوه يروح صرفه 50 جنيه اكتر اقل ويملى له شويه العيش وهو ماشي ويطلع. هيعمل ايه الوزير؟ الرقابه اللي بيبعتها الوزير دي هي اللي مبوظه الدنيا، هي اللي بتبوظ الوزير. احنا كل يوم عايزين وزير، عايزين وزير تموين، عايزين وزير صحه، عايزين كل حته، عايزين وزير. ليه؟ الوزير كتر خير. الوزير ده ما بيروحش على الناس، الوزير بيشغل الناس. الناس اللي بعتها للوزير، اللي بعتها للوزير هي بتاكل فلوس. يعني عندنا مستشفى احنا في البلد، احنا عاملين تسعيره، اللي بتخش تجيب ولد بيدفعوه 500 جنيه، تخش تجيب بنت يدفعوه 300 جنيه. ومستشفى والله العظيم مستشفى ايه دي؟ مستشفى عرب بني واصل سوهاج. عرب بني واصل. عرب بني واصل سوهاج. ده تبع تحت قياده مين او مين المسؤول عنها دي؟ المسؤول عنها الوزير طبعا، المسؤول عنها. بس هيعمل ايه الوزير؟ انا بس انت عارف مين مدير المستشفى؟ لا ما اعرفش مدير مستشفى الصحه. بصي تخش تقول لك عليه جوال ولد هات 500 جنيه، بنت هات 300 جنيه، اتقطع تذكره في المستشفى ب 4 جنيه ب 4 جنيه. يروح كاتب لي، ما يكتبليش العلاج من عنده، يروح كاتب لي يجيب العلاج من بره. طب ادفع 4 جنيه اخد العلاج من بره؟ الوزير ما يعرفش الحاجات دي. كتر خير الوزير. ومصر دي كل يوم عايزها وزير. ليه؟ ما فيش حد ماشي بيرضي الله في البلد دي. بوفا في مشيه نصر. انت في مشيه نصر؟ مشيه نصر وفي الدويقه ب 30 جنيه. 30. فانا عايز اقول كلمه بس للفريق السيسي. يعني كلامي ده كله للفريق السيسي. ارحم مصر شويه. انا بقول للفريق السيسي مصر تعبانه والناس بتعاني، ودلوقتي مصر بتقول للفريق السيسي الفريق السيسي. يا سيادة الفريق ارحم الشعب شوية، شوف حال الشعب، الشعب تعبان، شوف حال الشعب. قسما بالله في ناس بتنام ما بتلقى تاكل. اتكلم عن أزمة الغاز والبوتاجاز، حضرتك حاسس إن في أزمة؟ طبعا أنا أول ناس حاسس بحاجة زي كده. طب في أي منطقة حضرتك؟ أنا في المرج حضرتك. المرج؟ يعني النهاردة كان عندنا مستودع طوابير قدامنا، والله طوابير. تمام. يعني ناس من 10 الصبح جت لحد الساعة 12 الناس قاعدة زي ما هي. تمام. ولا كلموه ب 10 جنيه. من امتى حضرتك المشكله دي؟ يعني مثلا من اسبوع، من 10 ايام، من فتره؟ يعني انا عامه حسيت بيها من 25 كده تقريبا. تمام. من 20 حاجه تقريبا زي كده. والانبوبه؟ الانبوبه 10 جنيه من المستودع. والموزع عندنا ب 40 جنيه. 40 جنيه؟ يعني البيت جنب المستودع. تمام. يعني مجرد ما بيطلع كده بيقول لك دي ب 40 جنيه. تمام. حضرتك يعني النهارده شفتها بعينيا. ب 40؟ والناس بتشتري ولا الناس طبعا لا يعني واحد والله النهارده بالله يعني انت حتى بتكلميني لسه جاري ما فيش من ساعه زي بالظبط. طب انا هروح صراحه اقف يا عم ال 40 جنيه بقى طبعا اعمل ايه؟ كلهم واقعين في الارض. طب انت شايف ان احنا لما بنعمل كده بندي فرصه ان الازمه تزيد ولا المفروض نحلها ايه يعني؟ والله هقول لحضرتك من الواحد محتار والله، الواحد مش عارف يقول ايه. يعني انت انا سي النهارده انا بقول لصديقي ايه؟ هو طب اللي بياخدها ب 10 ده طيب حل ب 20 يعني يكسب فيها ايه؟ الطاقه ايه؟ يعني هو كده يكسب 100%، لكن يكسب فيها 40%. ما في برضه يعني هو حتى من عنده حتى يعني ايه وهنسيبه يشتغل. اقول طب الحي عند حضرتك يعني رئيس الحي المسؤول؟ مفيش الكلام ده، مفيش حد. مفيش حد لا لا انا حاطط في المرج في شارع محمد نجيب. شارع كان مصرف زمان وترات دلوقتي قدام مستودع هنا. تمام. لسه النهارده والله هذا بالله شايف حاجه زي كده النهارده. من كده حضرتك قبل ما تكلمني المدام بتكلمني بتقول لي عملت ايه في الامور؟ لسه حالا والله والله انت لسه كده بتقول لي عملت ايه في الامور؟ انتوا بتفاجئوني بحاجه زي كده. فكويس ان كل شعر بالموضوع ده. حضرتك في منطقه ايه تحديدا؟ في امبابه. امبابه. في امبابه. في عجز مثلا من امتى في البوتاجازات في الانابيب؟ يعني من حوالي 15 يوم يعني فيها عجز وفي ناس كتير بتشتكي والانبوبه وصلت لاكثر في بعض المناطق وصلت ل 30 و40 جنيه وفي مناطق في الصعيد وصلت ل 60 جنيه مش موجوده. يعني في ناس عندها استعداد تدفع 60 جنيه
وتاخذ ابوه، لكن للاسف الشديد مش موجوده. فده طبعا ازمه كانت مش يعني بهذا الشكل وهذه الفجاعه. احنا بنطالب السلطه الموجوده وانها تاخذ اجراءات حاسمه ضد اللي بيستغلوا قوت الشعب. اعتبر ده قوت شعب، والشعب طبعا لازم يعني في الظروف زي دي بالذات بيمر بازمه، مش ازمه انابيب بس، يعني ازمات كتير. تمام. فبتضيف عليها ازمه الانبوبه فبتزيد من ضمن الازمات. حضرتك في انهي منطقه وهل في ازمه حضرتك حاسس بيها ولا؟ منطقه العمرانيه. العمرانيه؟ اه. سعرها اكثر من 50 جنيه حاليا. الناس بتشتريها. والناس مضطره، يعني انت عارف الشعب المصري الناس بتبقى مضطره، حاجه مش موجوده الناس هتعمل ايه؟ بنسال برضه الازمه من امتى؟ من فتره دي، من اسبوع، يعني من 10 ايام؟ من حوالي 10 ايام تقريبا الازمه دي مستحكمه، من 10 ايام. تمام. وعيبها بيرجع ده من وجهه نظر سوء اداره، سوء تخطيط، المفروض ان في حكومه وفي ناس مخططه. النهارده البلد يجب انها تتقدم، ما نفضلش في هذا الامر. طيب. النهارده في عارفين النهارده الشعب قد ايه وعارفين احتياجاته قد ايه، فالمفروض ان في ناس تقوم على هذا الامر، انما كل شويه يحصل لنا ازمه في الطاقه، ازمه اصبر، ازمه مش عارف ايه. طيب يعني احنا بنعيب على بعض المواطنين اللي هي البسطاء ان ممكن ما بيعرفوش يتصرفوا، لكن حضرتك بتلجا مثلا لرئيس حي، لرئيس يعني المسؤولين في المنطقه؟ هم اصلا هي الناس دي سيئه، لو الناس دي فعلا قايمه شايفه عملها بالظبط هيقدروا، لان دي مسؤوليتهم هم. والناس اللي اذا كان في حد بيلعب في المسائل دي فناس من اطرافهم، يعني ناس عارفينهم وهم متعاملين معاهم، يعني دي رئيس حي عارف حيه كويس جدا وبيقوم بشغله وبيشرف على شغله، عمري ما تحصل ازمه. حضرتك منطقه ايه؟ الجيزه. الجيزه، يعني فين حته في الجيزه؟ في مدينه الحمديه. مدينه الحمديه. عندك ازمه في الغاز يعني حاسس بيها ولا هي مفتعله زي ما الناس بتقول؟ والله ازمه تأمينات البتوجاز كانت بعد تولي محمد مرسي، كان في ازمه، وبعد ثوره 30 يونيو كان في انفراجه. هو فعلا مطالب زي ما لسه الساده المواطنين بيتكلموا، حته الحزم شويه من القياده السياسيه اللي بتدير البلد دلوقتي. اذا كان المنوط باتخاذ القرار الفريق السيسي، انا بقول ان حكومه الببلاوي حكومه نايمه شويه. مطالب من الدكتور الببلاوي ان ينشط الحكومه بتاعته وتكون حكومه ميدانيه مش حكومه مكتبيه. والنظره بقى اللي اهم من الوزراء اللي هم بيتبعوا العمل الميداني واللي هو منصبه عمل ميداني ويتحرك هو منصب المحافظ. منصب المحافظين بتقال المحافظين نايمين قوي قوي، ما بيتحركوش مكاتبهم. كان الدكتور كمال الجنزوري هيبه، يعني مره انا سمعت ان الدكتور جمال الجنزوري ده ما كان بيخش الوزير بيهيبه كرئيس وكقائد. فمطالب من اللي بعد حبس مرسي وبعد ان الدوله تشتغل وعيده هيبه الدوله واستعاده الامن لهيبته، وان بقى ان مطالب بقى ان يبقى في ميدانيه للوزراء وللمحافظين للقضاء على ازمه. هو ازمه الانابيب ممكن تكون ازمه وازمه مفتعله. ليه؟ لان الرقابه غائبه. تكرار الازمه سببها ايه؟ الازمه بتتكرر كذا سنه مش سنه واحده. تكرار الازمه سببها ايه؟ وانا عايزه كمان اسالك سؤال، يعني ليه المواطنين بيتجاوبوا؟ احنا قلنا ان احنا خلاص لازم يبقى علينا وقفه، لازم نتحد. ليه بتتجاوب تشتريها ب 50 ب 60؟ اه مضطر، بس احنا كل سنه هنضطر، ما احنا لازم نعمل وقفه يا فندم. تكرار الازمه في اقل من عام يا اما تكون مفتعله او غير مفتعله. مفتعله لغياب الرقابه الاداريه والمتابعه الميدانيه من السلطه المختصه في الدوله، كمنصب وزير، محافظ، رئيس مدينه، رئيس حي، اي مسؤول، دول ما بيدوش يتحركوا. فين المحافظ بتاع الجيزه وفين؟ والله محافظ الجيزه الدكتور علي عبد الرحمن هو راجل عامل حي، رئيس مدينه الحمديه. يعني انا عن نفسي محافظ الجيزه الدكتور علي عبد الرحمن مهتم بمدينه الجيزه شويه ومهمل في الاقاليم، لكن هو حاطط في الحمديه رئيس مدينه عصامي شويه اسمه منير شغال، لكن هو منصب الدكتور علي عبد الرحمن ده كان رئيس جامعه ناجح، لكن في موقع المحافظ مش عاجبني. ها المحافظين، يعني انا معجب قوي بمحافظ العليوبيه اللي هو عمر الشوادفي، شغال قوي، بدا يتعب. يعني انت حاسس ان في محافظين بيتحركوا. اي ازمه مش في انبوبه البتوجاز بس، اي ازمه في اي سلعه تموينيه او اي سلعه اقتصاديه او اي حاجه تهم المواطن عايزه الرقابه من المسؤولين بتقضي على اي ازمه لو مفتعله او غير مفتعله. الحل بقى، الحل كده، الحل المتابعه وتنفيذ القانون. خلي بالك ان احنا دلوقتي في دوله مغيب فيها القانون مؤقتا. ها احنا كنا بنقول عيدة هيبة الدولة، احنا قلنا كنا بنراهن على يوم
4 نوفمبر هل هيتم محاكمة الدكتور محمد مرسي؟ هل محمد مرسي هيخش القفص؟ هل الإخوان مش هيقدروا يعملوا حاجة؟ هل المناورة؟ هل محمد مرسي فعلا يتحكم في أكاديمية الأمن؟ ما أنا هكمل لك. نعم محمد مرسي يتحكم في أكاديمية الأمن. الأمن عاد هيبته مرة أخرى، لابد من إعادة هيبة الدولة. هيبة الدولة إزاي؟ إن المرؤوس يخاف من رئيسه. النهاردة كان بينزل مسؤول أو ضابط المرافق أو مسؤول الإشغالات في الحي، اجري اجري بتوع المرافق جايين، المحافظ بينزل. النهارده انا عايز اقول لابد اليد المرتعشه لا تصنع قرار، وكل المحافظين، كل رؤساء الاحياء، كل الوزراء، كل اللي بيعملوا الدوله في الوقت، اليد مرتعشه، لابد من اليد القويه، السرعه في اتخاذ القرار، المسانده في اتخاذ القرار، لابد من القيادات الكفاءه. وانا كنت من ضمن القيادات عشان كنت قوي، تم اقصائي في محافظه الجيزه وناشد الدكتور علي عبد الرحمن، مش عشان من انا طالع في البرنامج، عشان ان انا قوي جابوا لي رئيسه في العمل، قالت لي لا انت جديد مش القائد بتاع المرحله دي. لا خلاص، مرحله الاعتصامات مشيت، مرحله المظاهرات الفئويه مشيت، عايزين بقى الفعل، التحرك، العمل الميداني، الهيبه، ان المرؤوس يهيب رئيسه، ان المواطن اللي في شارع يعرف حدوده فين. بصي ما فيش ازمه في مصر، الازمه ازمه قيادات، ازمه اجهزه رقابيه، اجهزه تنفيذيه، لو كل ده صحي الدوله هتشتغل. شكرا.